السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلبة الثانوية العامة في حلقة من حلقات مراجعة الجغرافيا لليلة الامتحان مع قناة الوفد التعليمية. معكم أستاذ محمد حمودة. طبعا في بداية الأسئلة بتاعت الثانوية العامة في الجغرافيا في البوكلت 40 سؤال. ال 40 سؤال في 28 ورقة. طبعا من الأسئلة اللي بتعمل مشاكل كتير للطلبة هي السؤال الخريطة، وإزاي بنحفظ الخريطة وكام نقطة بيجوا. طبعا هو فيما مضى من سنتين كان بيجي خريطتين في الامتحان وبنجاوب عليهم، بقى لنا سنتين بالظبط بيجي خريطة واحدة. طبعا الخريطة الأساسية عندنا في الشغل هي خريطة العالم. هنبدأ بحلقة الخرائط، وتباعا هتلاقي في البوكلت على الثانوية العامة كنموذج تطبيقي على المنهج ككل. بداية خريطة العالم. خريطة العالم ديت بنحفظها ازاي؟ طرق حفظ الخرائط زي ما كنا قلنا قبل كده طريقتين، وفي طبعا فيديو سابق بيشرح الخرائط لوحدها. طرق حفظ الخرائط، يا اما بنبدا نحفظ من نقطه ثابته، يعني ممكن ناخد الخريطه من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب، او بنبدا نحفظ الخريطه لو هي خريطه تتعلق بظاهره طبيعيه، جبال، هضاب، سهول، انهار، بناخد الجبال مع بعض، الهضاب مع بعض، السهول مع بعض، زي مثلا الاتحاد الاوروبي في الناحيه الطبيعيه. هنشوف ازاي بنحفظ خريطه العالم. انا همسك خريطه العالم من اليمين للشمال ومن اليمين للشمال من فوق لتحت، مش فاهم برضو ازاي. يعني مثلا اول حاجه في خريطه العالم احنا هنبدا من الركن اليمين دوت، هنا كده فوق دي روسيا، تحت روسيا منغوليا، تحت منغوليا الصين، تحت الصين الهند. هنعمل حسب السهم كده زي ما انا عملت، ازاي مش فاهم. روسيا منغوليا والصين والهند، روسيا ومنغوليا والصين والهند. مين حافظ الاربعه الاولانيين ويركز معايا تاني. خريطه العالم كده من اليمين لليسار، روسيا منغوليا صين هند. وخد بالك احنا بناخد الحاجات اللي ليها علاقه بمنهجنا، يعني روسيا دوله كبيره المساحه، الصين دوله كبيره السكان، الهند دوله فيدراليه، منغوليا شكل طولي من الشرق للغرب. كده اربعه حفظناهم، هنعدهم: روسيا منغوليا صين هند. منهم يابان، اليابان دوله جزريه، فلبين جزريه، اندونيسيا، استراليا فيدراليه. فانا بقولهم ازاي؟ طبعا في ماليزيا هنا بس انا مش عايزها، انا بتكلم على اللي ليه علاقه بمنهجنا. يابان، فلبين، اندونيسيا، استراليا. يابان، فلبين، اندونيسيا، استراليا. استراليا دوله هامشيه، نيوزيلندا دوله هامشيه، اندونيسيا دوله بحريه مجزأه، الفلبين دوله بحريه مجزأه، اليابان دوله بحريه مجزأه. اربعه واربعه ثمانيه. تمام؟ هنبدا ناخد معلومه ثانيه من الدول، نركز قوي على كلمه افغانستان ديت، مهمه. افغانستان اللي هي دوله ذات شكل، دوله حبيسه ودوله ذات شكل مندمج ذو بروز. طيب انا هحفظ بقى الجزء دوت: هند، باكستان، افغانستان، وايران. هند وباكستان، افغانستان، وايران. ناخد السهم زي ما احنا مشينا كده. انا بعد ما خلصت روسيا منغوليا صين هند هاخد سطر كده: هند، باكستان، افغانستان، ايران. ده اللي انا محتاجه، لان هنا بين الهند وباكستان في مشكله كشمير اللي هي المشكله الحدوديه. نعيد تاني، احفظ الاربعه دول. انا كده خدت اربعه في اربعه في اربعه: هند، باكستان، افغانستان، ايران. ده اللي انا محتاجه في الجزء بتاع شرق الخريطه. الجزء ده كده خلص، هعيده كله على بعضه اجمالا تاني: روسيا منغوليا صين هند، يابان فلبين اندونيسيا استراليا، هند، باكستان، افغانستان، ايران. الجزء ده كده خلص. عاوزين الناس تركز في خريطه افريقيا. هناخد افريقيا يمين شمال شمال يمين، الجزء بتاع شمال افريقيا ده ويخص الوطن العربي. مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، خمسه، خمس دول ورا بعض هم. مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، خمسه. كده سطر يمين شمال، نرجع شمال يمين. موريتانيا ومالي النيجر وتشاد وسودان. موريتانيا ومالي النيجر وتشاد وسودان. خمسة وخمسة عشرة. طبعا السودان تحتها في جنوب السودان. يمين جنوب السودان اثيوبيا. تحت اثيوبيا الصومال. هناخد المجموعة دي كده كلها مع بعض لأنها تتعلق بالوطن العربي الأفريقي برضو. الحبة اللي فوق دول: مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، خمسة. موريتانيا ومالي النيجر تشاد وسودان، خمسة عشرة. تحت السودان جنوب السودان، يمين السودان، تحت اثيوبيا، تحت اثيوبيا الصومال.
مركز على الحته بتاعت جنوب افريقيا، دي دوله ليسوتو اللي هي دوله محتواه، ودي دوله جنوب افريقيا مهمه. طبعا انا باخد في الخريطه ما يخص المنهج بتاعي، طبعا هو ممكن يجيب لك خريطه افريقيا لوحدها ودي جابها فعلا في الازهر ويشاور لك على دوله، يعني مره شاور على دوله مالي وقال لك دوله حبيسه نقط. اوروبا بقى مفتاح حفظ خريطه اوروبا فرنسا، ادي فرنسا اهي، تحت فرنسا اسبانيا، تمام، فوق فرنسا انجلترا اللي هي بريطانيا، يمين فرنسا يمين كده اكبر دوله في المساحه المانيا. الحته البيضه دي بقى دي بتيجي في امتحان كثير، دي سويسرا. سويسرا ديت اللي هي الدوله كانت كونفدراليه وبقت فدراليه ودوله متعدده اللغات، فنخلي بالنا انا ممكن اشاور لك على خريطه اوروبا واقول لك دوله كانت كونفدراليه وتحولت لفدراليه سويسرا، دوله فيها تعدد لغات سويسرا، دوله شكلها مندمج منتظم فرنسا، اللي هي عامله زي البوت الطويل دي، دي ايطاليا، دي مهمه جدا تحفظوها، دوله ذات شكل طولي يبقى ايطاليا. خلصت. ده اللي محتاجه ومهم جدا في خريطه اوروبا، دي قاره اوروبا ممكن يقطعها لوحدها ويجيب لك اتحاد اوروبي سياسي او طبيعي، دي اسيا، دي افريقيا. اخر حاجه بقى عندنا دي الامريكتين. في امريكا فيها ثلاث دول كبار جدا معروفين، كندا، امريكا، مكسيك. ما بين كندا والامريكا اللي هو بين كندا والمكسيك ده نهر الريو جراند، نهر دولي. ما بين كندا وامريكا دي البحيرات العظمى الخامسه، دي منطقه قلب اقتصادي او منطقه البحيرات اللي هي بنقسمها بالنص خط الوسط. ده نهر الريو جراند يتمشى مع خط المنتصف. دوله البرازيل هنا دوله فيدراليه كبيره المساحه. تمام؟ طبعا ما ننساش دوائر العرض الرئيسيه في نص الخريطه بالظبط او في منتصف خط الاستواء، فوقيه السرطان تحت الجدي. استواء سرطان الجدي. طبعا ما بيسالش هو على الظاهرات الطبيعيه، ولكن احنا معظم دراستنا في الخريطه هي الخريطه السياسيه. طبعا هنا ممكن اشاور لك على امريكا واقول لك دوله فيها تفرقه عنصريه، او اشاور على امريكا واقول لك دوله كان طبعا فيها شكل بري مجزأ، البري المجزأ بتاعها واخد نفس اللون الاخضر هو الاسكا. الاسكا مش دوله، الاسكا ولايه تابعه لامريكا. طبعا دي كده خريطه العالم، وممكن يقطع اي جزء منها، يعني ممكن يجيب الامريكتين زي ما جاب السنه اللي فاتت، ممكن يجيب امريكا الجنوبيه بس، ممكن يجيب افريقيا على حسب. فاحنا لو حافظين خريطه العالم السياسيه كامله هنقدر نطلع منها اي جزء من الخرائط ونعمله خريطه لوحده. دي كده معظم خريطه العالم، الحاجات اللي تخصني. طبعا فيها بعض المعلومات اللي تخصنا بقى، يعني مثلا اشاور على افريقيا من غير ما ابص على الخريطه واقول لك دوله شكلها مندمج وانتظم يبقى مصر. اشاور على افريقيا واقول لك دوله حبيسه يبقى اثيوبيا. اشاور على اوروبا واقول لك دوله كانت كونفدراليه وبقت فدراليه او متعدده اللغات يبقى سويسرا البيضه الصغيره دي. دوله شكلها طولي ايطاليا. هنا اشاور على امريكا الجنوبيه واقول لك دوله شكلها طولي شيلي. دوله فيها تفرقه عنصريه امريكا. دوله فيها طبعا شكل بري مجزأ امريكا. دوله عندها اكتفاء ذاتي في الغذاء يبقى كندا. طبعا هو ممكن على خريطه العالم زي ما انا لسه قايل هيجيب لك بعض الاسئله المتعلقه بالخريطه كاسئله عاديه ولك اختار بين الاقواس الى اخره. يا ريت تكون خريطه العالم بالنسبه لنا، لان هي مهمه جدا في منهج الجغرافيا السياسيه، نقدر نلقط فيها العديد من المعلومات زي ما احنا قلنا بالدول من الناحيه السياسيه، ونحاول نحفظها كاجزاء منفصله عن بعضها زي ما احنا عملناها كده. وربنا ييسر الحال لجميع ابنائنا الطلبه، ومع الفيديوهات شرح المنهج للجغرافيا السياسية إن شاء الله في البوكلت. بعد ما استعرضنا في الحلقة السابقة خرائط الثانوية العامة وإزاي نتعامل مع خريطة العالم، وجزأنا خريطة العالم لمجموعة من الأجزاء الصغيرة منها خريطة أمريكا الشمالية، أفريقيا، الوطن العربي إلى آخره، هنستعرض مع بعض دلوقتي زي نموذج امتحان هو كبير شوية بحيث إن هو يلم أكبر مجموعة من الأسئلة، ونتدرب نشوف امتحان الثانويه العامه بتاع اخر العام بيجي ازاي. مبدئيا امتحان اخر العام بيبقى عباره عن 40 سؤال. ال 40 سؤال فيهم بعضهم اختياري، بيجيب لك مثلا السؤال وليكن من رقم 30 ويقول لك اجب عن الف او ب. الاختياري هيبقى حوالي 3 او 4 اسئله. عدد اوراق البوكلت حوالي 28 ورقه، لكن ده ما يخصناش في شيء دلوقتي. ازاي بقى نستعد لمراجعه ليله الامتحان؟ بداية لازم نكون عندنا في المنهج ال 14 درس بتوع الجغرافيا السياسية في صورة أربع وحدات، لابد إن نكون كلهم حاضرين في ذهننا. وهنبدأ نشوف دلوقتي تطبيقات على المنهج في صورة أسئلة تلم كل جزء من ال 14 درس بالأسئلة المهمة اللي فيها تفكير شوية. طبعًا الناس ما تتخضش لما بنلاقي في بعض الأسئلة اللي فيها تفكير، هنتعامل معاها إزاي؟
بداية كده عندنا على سبيل المثال دي خريطة لنموذج ثانوية عامة. الامتحان هنا أول جزء فيه طبعا أنا جايب هنا خريطة، أمام خريطة صماء لمصر حدد عليها الظاهرات التالية. طبعا هو ما بيجيش في امتحان الثانوية العامة بقاله كذا سنة إن هو يقول لك حط الظاهرات على الخريطة أنت، ده موجود عندنا أحيانا كان بيجي، ولكن هو بيجيب لك الأرقام على الخريطة ويقول لك الخريطة ديت فيها إيه. يعني مثلا هو عاوز بيقول لك حط لي على خريطة مصر هنا مياه داخلية. لو نفتكر موضوع المياه الداخلية دوت، احنا كنا قلنا المياه الداخلية ثلاث أنواع، يا إما مصبات الأنهار، يا إما الخلجان محدودة المساحة، يا إما عندنا في البحيرات الساحلية. فأنا ممكن هنا أحط كذا حاجة مياه داخلية، ممكن نحط خليج السويس كمياه داخلية مثلا على إنه أساس خليج مياه داخلي، ممكن نحط بحيرة المنزلة أو البرداويل أو البرولوس، ممكن نحط فرعي دمياط أو رشيد إلى آخره. أي صورة تيجي على دماغك مياه داخلية هتروح حاطط على الخريطة الرمز بتاعها. عاوز دائرة عرض رئيسية، هنا بقى نفكر شوية، هو عاوز دائرة عرض رئيسية ولا عايز حد سياسي أو دائرة عرض تمثل حد سياسي؟ هو لو دائرة عرض رئيسية يبقى هي عندنا هنا مدار السرطان في جنوب مصر الشمال بحيرة ناصر. فين بحيرة ناصر؟ أهي دائرة العرض الرئيسية شمالها مدار السرطان هنا في الجزئية زي ما أنا عملت بالمؤشر كده. أما دائرة عرض 22 اللي أقصى جنوب مصر أقصى جنوب البحيرة عند دائرة عرض مصر مع السودان. حد فلكي بحت، يعني ايه حد فلكي بحت؟ الناس تفكر شويه، انا عاوز حد فلكي ماشي من اوله لاخره مع ظاهره فلكيه. عندنا ما خدناش غير هم حاجتين، يا خط طول 25 يا دايره عرض 22. الافضل والاوقع بالنسبه لي كحد فلكي بحت، يعني ماشي من اوله لاخره مع ظاهره فلكيه، هو دائره عرض 22، لان خط طول 25 فيه تعريج في اقصى شماله، فمش هينفع يبقى هو حد فلكي بحت. عاوز على خريطه مصر منطقه استراتيجيه، ما عندناش منطقه استراتيجيه في مصر الا قناه السويس. حد طبيعي كامل، يعني ايه حد طبيعي كامل؟ انا عاوز ظاهره طبيعيه في مصر ماسكه الحد السياسي بتاعنا من اوله لاخره. ما عندناش اجابه تخص الحد الطبيعي البحري الكامل ده الا البحر المتوسط، ماسك من اول رفح يمين هنا لغايه السلوم شمال هنا، هذا كله يتمشى مع حد سياسي يسمى الحد الطبيعي البحري المصري مع البحر المتوسط. عاوز حد بحيري، صح بقى، البحر حاجة والبحيرة حاجة، حد بحيري يبقى هي بحيرة ناصر تحت جنوبا. عاوز ثلاث دول عربية بجبهة بحرية واحدة، محدش يقول لي بقى سوريا وشيلي، الكلام ده غلط طبعا، أنا عاوز على الخريطة دي نطبق ونشغل دماغ. هو في على خريطة مصر ثلاث دول عربية بحد سياسي بحري واحد؟ أه. على سبيل المثال اللي بجبهة بحرية واحدة عندك ليبيا، عندك السودان، عندك هنا الأردن. الأردن بتطل على خليج العقبة بس، تمام؟ أما فلسطين بتطل على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر. السعودية شرح بحر أحمر وخليج عقبة، خليج العربي. فبالتالي أوقع حاجة للإجابة الثلاث دول عربية بجبهة بحرية واحدة ليبيا، السودان، أردن. طب عاوز ثلاث دول عربية بجبهتين، مصر أدي واحد، السعودية هنا أهو اثنين، فلسطين ثلاثة. دي بعض الاسئله اللي هي بتحتاج ان انت تركز شويه وتشوف الاجابات فيها ايه وتظبطها. سؤال تاني، لا ياتي في الثانويه العامه سؤال اكل، انما ياتي في صوره اختار بين الاقواس، صح وغلط، اعد تصويب العباره الى اخره. لكن احنا هنا عاملين سؤال اكمل بما يناسبه من كلمات عشان نلم مجموعه من المعلومات على الجزء ده. يعني مثلا من الدول ذات الشكل المندمج ذو البروز في اسيا نقط وفي افريقيا نقط، هو هنا بيفصصها. عاوزك تفصل دي عن دي. ها؟ مين يجاوب معانا كده؟ تمام؟ الناس تركز ان في اسيا هيبقى افغانستان، في افريقيا هيبقى الكونغو. يبقى احنا كنا خدنا الدول ذات الشكل المندمج ذو البروز الكونغو وافغانستان، فهنتعلم ان افغانستان دي في اسيا، الكونغو دي في افريقيا. دولة ضخمة السكان باسيا. دولة ضخمة السكان باسيا الناس تصحصح. ضخمة السكان حاجة وضخمة المساحة حاجة. ضخمة سكان الصين، ضخمة مساحة روسيا. يبقى دولة ضخمة السكان بآسيا يبقى الصين. دولة فيها تفرقة عنصرية في العالم الجديد، هو هنا محدد، أنا ما عنديش دول فيها تفرقة عنصرية إلا دولتين، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. أدام هو هنا محدد العالم الجديد، هو هنا بيلعب بالألفاظ شوية، إيه العالم الجديد ده اللي هو الأمريكتين؟ يبقى أنا هحط هنا الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال آخر، ما زال الاتحاد السوفيتي يلعب دورا فعالا في الأزمات السياسية الدولية مثل، ما عندهاش لها إجابتين، هما حاجة بسيطة كنا خدناها. الأزمات السياسية في سوريا وأوكرانيا.
يلعب الاتحاد السوفيتي دور فعال في الازمات الدوليه مثل ازمه سوريا وازمه اوكرانيا. من العواصم النهريه، ايه العواصم النهريه دي؟ اكيد من تعريفها كده عاصمه نهريه اي بتطل على نهر. مثل العواصم النهريه يبقى عندك الخرطوم. عواصم محيطيه اي تطل على محيط. ها مين يجاوب بقى معانا كده؟ تمام. ها يبقى هي عواصم محيطيه عندك طوكيو عاصمه اليابان ونواكشوط عاصمه موريتانيا. من الدول الفيدراليه في اوروبا، عاوز دوله فيدراليه في اوروبا. طيب هو احنا كنا خدنا ايه الدول الفيدراليه في اوروبا؟ ها نفتكر كده. ها طب دوله كتكون فيدراليه وتحولت لفيدراليه عشان السؤال يبقى واضح. دوله كونفدراليه وتحولت لفيدراليه سويسرا. ومن الدول الفيدراليه في امريكا الجنوبيه يبقى هي البرازيل. صح في المعلومتين دولت، عشان احنا كنا قلنا الدول الفيدراليه اربعه: الولايات المتحده، البرازيل، الهند، استراليا. ما جبناش سيره سويسرا دي، لكن خدناها في الدرس الثاني لما قلنا انواع الدول. في دول كانت كونفدراليه وتحولت لفيدراليه فاصبحت سويسرا. سؤال جديد بقى، صنف لي الحدود اللي انا هقولها دلوقتي ديت يا طبيعي يا بشري. احنا كنا خدنا ان انواع الحدود نوعين، يا اما طبيعيه تتمشى مع ظاهرات طبيعيه، يا اما بشريه ماشيه مع ظاهرات بشريه كاللغه او الدين. حدود مصر الشرقيه نوعها ايه؟ بس تفكر. حدود مصر الشرقيه اللي هو خطه ال 25، ما حدش يقول لي بحر الرمال العظيم والكلام ده. لان حد مصر الشرقي يتمشى مع خط طول 25، اذا هو حد هندسي فلكي. اذا هو ظاهره بشريه، يبقى هنكتب الحد ده بشري بين قوسين هندسي فلكي. طب وحد مصر الغربي؟ معذرة، حد مصر الشرقي يبقى البحر الاحمر، ده حد طبيعي. حد مصر الغربي اللي هو خط طول 25 هيبقى خط طول 25، ده حد هندسي فلكي. حد مصر الجنوبي برضه حد طبيعي، حد بشري هندسي فلكي يتمشى مع دايرة عرض 22. حد مصر الشمالي يتمشى مع البحر المتوسط وهو حد طبيعي، يبقى انا عندي الحد الشرقي والحد الشمالي الاثنين طبيعي ماشيين مع بحار. الحد الغربي والحد الجنوبي الاثنين بشري ماشيين مع ظاهرات فلكيه. اثبت مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية، يعني صح ليه، غلط ليه. المساحة الكبيرة للدولة لها العديد من السلبيات والإيجابيات، ده سؤال تقليدي وسهل جدا، إن كلنا بنتعرفين إن المساحة الكبيرة للدولة لها إيجابيات وليها سلبيات. يعني مثلا هنذكر بعض أمثلة ونحاول نجاوب في الإجابة المحددة المتخصص لها الكام سطر الموجودين دول. يعني مثلا بالنسبة للمساحة الكبيرة للدولة، إيه إيجابياتها؟ أولا تتيح للدولة أن تتبنى نظرية الدفاع بالعمق. ثانيا فرصة التنوع في التركيب الجيولوجي. ثالثا فرصة ابعاد مصانعها وسكانها عن المناطق المهددة بالعدوان، في حالة ما في عدوان انا ممكن اخد السكان من المنطقة اللي اتضربت دي اوديها في مكان تاني. رابعا في ظل وجود عدد سكان كبير ممكن نستخدم ان احنا السكان دولت نقدر نستغل بيهم الموارد الاقتصادية اللي في الدولة. دي ايجابيات. طيب ولكن ايه السلبيات؟ سلبيات الدولة الكبيرة، هنطور الدولة دي كلها ازاي؟ تحتاج لجهود وامكانيات كبيرة من اجل تطويرها، وجهود وامكانيات كبيرة من اجل الدفاع عنها ايضا. اذا دي السلبيات ودي الايجابيات. السلبيات اثنين والايجابيات اربعة. يقول لك العبارة ده صح او غلط، الميلاد الحقيقي للجغرافيا السياسية على قد كيرن خطأ بين طبعا، لان اللي عمل الجغرافيا السياسية هو راتزل، فهنشيل كيرن ونقول العبارة خاطئة لان من قام بوضع الجغرافيا السياسية راتزل. تجتمع دول الاتحاد الاوروبي في تمثيل دبلوماسي واحد؟ السؤال ده فيه مشكله. ايه مشكله السؤال بتاع الاتحاد الاوروبي دوت؟ هو الاتحاد الاوروبي معمول في صوره دوله كونفدراليه، ولكن العباره هنا خطا، لان من حق كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي ان تمثل نفسها بشكل مستقل عن الاخر. السؤال الحادي عشر، انسحبت البانيا من حلف وارسو، العباره دي صح ولا غلط؟ اكيد طبعا العباره صحيحه. علل بقى ليه انسحبت البانيا من حلف وارسو، او اثبت ان العباره صحيحه، وذلك ردا على اجتياح القوات السوفيتيه لدوله تشيكوسلوفاكيا. ليه عملوا كده؟ لقمع الثوره الشعبيه التي قامت ضد الحكومه الشيوعيه. كان حصل ثوره في تشيكوسلوفاكيا فدخلت روسيا ضد الثوار، فعشان كده البانيا احتجت على هذا الامر. نزع الصفه الايديولوجيه احد مبادئ النظام العالمي الجديد، ايضا العباره دي صحيحه، ان فعلا ان من صفات العلاقات الدوليه الان ان نزع الصفه الايديولوجيه. يعني ايه الصفه الايديولوجيه؟ الفكريه. انا ماليش دعوه بدينك او جنسك او ثقافتك ايه هي، انا يهمني مصلحتي معاك ايه. ولذلك من مبادئ النظام العالمي الجديد نزع الصفه الايديولوجيه عن العلاقات الدوليه. سؤال تاني، السؤال طبعا هو لا ياتي في الامتحان بهذه الصيغه،
ولكن احنا بنقول انا بحاول اكتر شويه من اسئله ما المقصود في هذا النموذج الامتحاني عشان نعمل زي مراجعه سريعه على المنهج ككل، فنجيب من كل الجزئيات ما ننساش حاجه. يعني مثلا يعني ايه نهر دولي؟ مين يفتكر معانا ما المقصود بالنهر الدولي؟ تمام، هو النهر الذي يجري من منبعه الى مصبه داخل حدود الدوله. الاجابه دي صحيحه كده؟ لا طبعا، الناس صح كده بالظبط عليكم، برافو. ده تعريف النهر المحلي. تعريف النهر الدولي هو النهر الذي يجري عبر الحدود السياسيه للدول. اذا انا كده عملت معاك حاجتين اهو. احيانا بقول اجابه غلط عشان الناس تركز وتعرف الاجابه الصح، فلم جزئيه مع جزئيه. يعني انا قلت اهو النهر الدولي وقلت لك عكسه النهر المحلي، هعيد تاني الاجابتين. النهر المحلي هو النهر الذي يجري من منبعه الى مصبه داخل حدود الدوله. طب والنهر الدولي؟ هو النهر الذي يجري عبر الحدود السياسيه للدول مثل نهر النيل او نهر الراين. ايه الاقليه؟ تعريف الاقليه ده في درس الاقليات والهجره غير الشرعيه والشرعيه والهجره الاجباريه. الاقليه هم مجموعه بشريه ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلتها في مجتمع الاكثريه. قلنا كذا مره قبل كده ان احنا لما بنقوم بتنغيم الكلام بهذه الصيغه احنا بنعمل ما يسمى الذاكره السمعيه عشان الناس تعرف تحفظ. عاوز تحفظ بالطريقه التقليديه العاديه ان الاقليه هي مجموعه بشريه تختلف عن مثيلتها في مجتمع الاكثريه كيفما تراءى لك، احفظ. ونحاول نفهم برضو بعض الحاجات كده. ايه المقصود بالانتخابات؟ هو في فرق بين الانتخابات والنظام الانتخابي؟ اه. الانتخابات يعني ايه؟ هي اداه للاختيار، بيها بنختار، بمقتضاه يتم الاختيار على اساس المساواه بين جميع المواطنين. يعني هي اداه بختار بيها. طب هنا ممكن يجي السؤال، ضع علامه صح او خطا، ان الانتخابات يقتصر استخدامها على الجانب السياسي؟ لا، ممكن استخدامها في الجانب الرياضي، في الجانب الاجتماعي، في اي جانب. ممكن نعمل انتخابات في نادي. الامه تعرفها؟ هم مجموعه من البشر يعيشون على رقعه من الارض. مالها يا عم الكلام ده؟ لفتره زمنيه طويله تربط بين افرادها ست روابط: دين، لغه، عادات، تقاليد، تراث، تاريخ مشترك. هذا هو المقصود بالأمة. أنا هقول التعريف إجمالا تاني. هم مجموعة من البشر يعيشون على رقعة من الأرض لفترة زمنية طويلة تربط بين أفرادها روابط مشتركة: دين ولغة، عادات، تقاليد، وتراث، وتاريخ مشترك. الأحلاف العسكرية. ما المقصود بالأحلاف العسكرية؟ هو اتفاق رسمي بين مجموعة من الدول. مالها يا عم مجموعة من الدول دي؟ تتعهد بموجب الاتفاق يعني باستخدام قدراتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة من الدول. عاوز تكمل التعريف؟ كما تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية أو على الحلف العسكري بأنها تستخدم قوتها أو تتشاور في ما بينها باستخدامها. ماشي، مش عاوز، خلاص نعيد تاني التعريف. هو اتفاق رسمي بين مجموعة من الدول تتعهد بموجبه باستخدام قدراتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة من الدول. عاصمة محيطية، قلناها فوق في أكمل. العاصمة المحيطية هي العاصمة التي تطل على محيط مثل طوكيو أو نواكشوط. سؤال ما المقصود؟ احنا شايفينه هو سؤال واحد ورقمه 13 إلا إن تحتيه 6 أسئلة. فأنا هنا النموذج الامتحاني البوكلت اللي احنا عاملينه هنا في قناة الوفد التعليمية هو نموذج استرشادي إن أنت تلم بيه جميع أجزاء المنهج، فتراجع فتلم جزء كبير من المنهج تقدر بيه تظبط الدنيا. يعني مثلا سؤال خريطة العالم، طبعا كما تم شرحها هنا انت هتحط الارقام على الخريطه، ده صعب جدا بس احنا هنتعود على الصعب. هو غالبا بيجيب لك الخريطه عليها الارقام وانت توضح الارقام دي بتشير ليه. يعني مثلا انا عاوز تحط لي على الخريطه دوله فيها تفرقه عنصريه، انا ممكن اعمل حاجتين. ممكن نشاور على دوله جنوب افريقيا زي ما انا عامل المؤشر كده اهو، او ممكن نشاور دوله على الولايات المتحده الامريكيه زي ما انا عملت المؤشر. عاوز دوله فدراليه، اي دوله فدراليه تتراءى لك. استراليا تمشي، برازيل تمشي، هند تمشي كما يتراءى لك. عاوز دولة هامشية، يا استراليا يا نيوزيلندا. خليك في استراليا الأولى عشان هي اللي كبيرة وواضحة، نيوزيلندا تحتها. نهر دولي، تمشي نهر النيل هنا، يمشي نهر الريو جراند هنا، يمشي نهر الراين، يمشي أي نهر دولي على دماغك. سؤال ما العلاقة بقى؟ سؤال ما العلاقة ده ليه فكرة كده شوية. ايه بنحل ازاي ما العلاقة ده؟ هل بنشرح دي وبنشرح دي؟ لا، احنا بنجيب الرابط الذي يربط ما بين متغيرين. عندي متغيرين، ايه الرابط ما بينهم؟ يعني مثلا
العلاقة بين زيادة السكان وقوة الدولة. في علاقة طبعا، كلما زاد عدد سكان الدولة زادت قوتها. ازاي؟ ممكن هنا نشرح بقى حاجة اسمها الحجم السكاني الكبير، ايه مميزاته؟ لو عدد سكان الدولة زاد هيزيد عدد الجيش، لو عدد سكان الدولة زاد هتزيد القوة العسكرية، لو عدد سكان الدولة زاد هيزيد فرصة المبدعين، لو عدد سكان الدولة زاد هيزيد حاجة اسمها الأيدي العاملة وانخفاض الأجور. طب ايه العلاقة بين التقدم التكنولوجي ونظرية الحد الآمن؟ بالراحة بقى كده. هو في علاقة بين التقدم التكنولوجي ونظرية الحد الآمن؟ طبعا. ها مين يجاوب بقى السؤال ده؟ تمام. إن التقدم التكنولوجي أدى إلى إسقاط نظرية الحد الآمن. طب مين يقول لي علل ليه نظرية الحد الآمن سقطت؟ طبعا هو نظرية الحد الآمن سقطت وذلك بسبب تقدم وسائل الحرب الحديثة في فعاليتها ومداها وسرعتها وقوتها التدميرية وتخطيها للعقبات. ومن ثم ما تسمى نظرية الحد الآمن اللي كانت بتتبعها بعض الدول زي إسرائيل قد سقطت. ما وجه الشبه والاختلاف بين كل من حلف الناتو وحلف وارسو؟ طبعا هو الشبه واختلاف، النوع ده من الأسئلة بيحتاج تركيز شوية. عشان نبدأ نحب سؤال ما وجه الشبه والاختلاف لازم تفكر في وجه الشبه الأول لوحده وبعد كده تفكر في وجه الاختلاف. يعني مثلا إيه وجه الشبه بين حلف الناتو وحلف وارسو؟ كلاهما أحلاف عسكرية. وجه شبه أهو. طب إيه وجه الاختلاف؟ حلف الناتو دوت في أمريكا وأوروبا، حلف وارسو ده في آسيا. حلف الناتو ما زال باقيا، حلف وارسو وقع. طبعا ويتشابه ايضا الحلفين في ان اهدافهم واحده، حمايه الدول الاعضاء الى اخره، ردع الاعداء اللي هي اهداف الاحلاف العسكريه. فالاثنين يتشابهوا في الاهداف وان الاثنين احلاف عسكريه، لكن الاختلاف ده في اوروبا وامريكا، ده في اسيا، ده سقط، ده ما زال موجود. سؤال بقى الحد والتخم دوت سؤال كويس شويه. هو كلنا حافظين وجه الاختلاف، ان الحد ظاهره بشريه، التخم ظاهره طبيعيه، الحد فيه طبعا سلطه قانونيه، التخم ما فيهوش، الحد قابل للنقل والحركة، التخم ما بيتحركش، التخم بلاقي فيه موارد، الحد ما بلاقيش، ده الاختلاف. تمام؟ ايه وجه الشبه بين الحد والتخم؟ هل هناك اوجه شبه بين الحد والتخم؟ طبعا. كلاهما بيفصل بين الدول. ادي وجه شبه. كلاهما يوجد على اطراف الدولة. هو بلاقي التخم ده فين؟ بره على الحدود بره. الحد فين؟ بره على اخر الدولة. ما بلاقيش الحد والتخم في المنتصف مثلا يعني. وجه الشبه الثالث ان الاثنين بيحتاجوا القوات العسكريه تحميهم. وجه الشبه الرابع ان الاثنين تصار من اجلهم النزاعات العسكريه، ممكن تقوم حروب عشان الدفاع عن الحد او التخم. طب ايه وجه الشبه والاختلاف بين عصبه الامم المتحده وهيئه الامم المتحده؟ نصحصح بقى. الناس تفكر وتاخد وقتها ونقول هو في بين الامم المتحده وهيئه الامم المتحده وعصبه الامم وجه شبه واختلاف؟ طبعا. اولا وجه الشبه ان كلاهما منظمات دوليه. كلاهما هدفهم الحفاظ على السلام والامن الدوليين، لكن وجه الاختلاف ان عصبه الامم سقطت بسبب وقوع الحرب العالميه الثانيه طبعا، وهيئه الامم ما زالت موجوده. تمام؟ ان هيئه الامم المتحده ليها قوه عسكريه تحميها، عصبه الامم المتحده ما فيهاش قوه عسكريه تحميها. ما النتائج المترتبه على انتهاء الحرب البارده؟ ايه اللي ترتب على انتهاء الحرب البارده؟ طبعا الحرب البارده سقطت او انتهت يعني بسقوط الاتحاد السوفيتي، فتزعمت امريكا العالم واصبحت امريكا ليها سيطره شبه امريكيه مطلقه على العالم ككل. فانتهاء الحرب البارده اذن بوجود نظام عالمي جديد وسيطره امريكيه شبه مطلقه على قاره العالم السياسيه. طب ايه اللي ترتب على التطور التكنولوجي ووسائل النقل والمواصلات فيما يخص الحد السياسي؟ ده ثانويه عامه 2016. السؤال زي ما احنا شايفين كده يتفك بسؤالين. يعني ايه يتفك بسؤالين؟ هو السؤال ده ليه اجابتين. ايه اللي ترتب على التطور التكنولوجي فيما يخص الحد السياسي؟ واللي ترتب على التطور وسائل النقل والمواصلات برضه فيما يخص الحد السياسي. يعني ناخد اول حاجه تطور التكنولوجيا. تطور وسائل التكنولوجيا قد ادت الى حمايه ومراقبه الحدود السياسيه عن طريق الاقمار الصناعيه والصور الجويه. فالعمليه بتاعت حمايه الحد السياسي بقت سهله. طب تطور وسائل النقل والمواصلات ادت الى التوسع في التخوم زي ما حصل في اوروبا، مما ادى الى اختفاء التخوم وظهور الحدود السياسيه. واختفت طبعا الغابات والجبال او تم القضاء عليهم يعني في كغابات وحلت محلها ايه وسائل النقل الحديثه وخلافه. طيب ايه اللي ترتب على نشاه التكتلات الاقتصاديه؟ هو لما التكتلات الاقتصاديه حصلت ايه اللي ترتب على كده؟ هنقول مميزاتها او اهدافها يعني. الحصول على مزايا الانتاج الكبير، سهوله عمليه التنميه الاقتصاديه، تنوع التنميه الاقتصاديه الى اخره اللي هي اهداف التكتلات، لان انا بعمل تكتلات ليه؟ عشان احصل على الكلام ده.
ايه اللي ترتب على وجود نظام نقل متطور ثانويه عامه دور اول 2016؟ هو لما جه النظام في النقل في الدوله اتطور، ده بيعمل ايه؟ بيسهل حريه حركه الجيش المكنيه والسيطره على الدوله. عمليه ان الدوله تقدر تسيطر على جميع اجزائها بسهوله. وسهوله تحقيق خطه التنميه كما نرى في مشروعات مصر في النقل والمواصلات كما نرى الان. ايه اللي ترتب على التوتر بين بعض الدول على الحدود السياسيه؟ ده كان جاي في بوكلة نموذج الوزارة في 2018. لما بيحصل توترات على الحدود السياسية بين الدول، ايه اللي بيحصل؟ بتحرم هذه المناطق الحدودية من التنمية، والى حد احتمال ان بيحصل فيها حروب، مما يؤدي الى ان المنطقة الحدودية اصلا دي بتتدمر. فيترتب على التوتر على الحدود السياسية بين بعض الدول حرمان هذه المناطق الحدودية من التنمية وتدميرها بحدوث الحروب. ايه بما تفسر طبعا نركز فيه، بما تفسر استمرار القطبية الثنائية بين روسيا الاتحادية وروسيا على المستوى العسكري والاستراتيجي؟ هل هناك الحرب الباردة او ان القطبية الثنائية ما زالت موجودة بين روسيا وامريكا حتى الان على المستوى العسكري والاستراتيجي؟ طبعا، بدليل ان الوريث الشرعي الاكبر لروسيا الاتحاد السوفيتي كان روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية بتلعب دور فعال في الازمات العسكرية او الازمات السياسية الدولية زي ازمة سوريا واوكرانيا، وده حليناه اكمل في اول النموذج فوق. فما زال الاثنين بينافسوا بعض عسكريا واستراتيجيا في بعض المشاكل الدوليه زي ازمه سوريا واوكرانيا. طب علم او بنفسر ليه الصراع الراهن بيدور حول التكنولوجيا؟ الاجابه دي في الدرس ال 14، وذلك لتوظيفها لاجل الوصول لاعلى معدلات للانتاج. الصراع دلوقتي بيدور حوالين التكنولوجيا عشان ننتج اكتر. علل الصناعة من الركائز الاقتصادية الهامة للدول بصفة عامة. طبعا احنا لو نفتكر حاجة اسمها الصناعات الاستراتيجية زي السيارات، الطيارات، المحركات، الصواريخ، الكيماويات، الالكترونيات، هذه الصناعات اذا كانت متوفرة عندك فده بيؤدي الى قوة الدولة السياسية والاقتصادية. الحجم السكاني امر ضروري لقيام التكتلات. طبعا هو في تكتل اقتصادي من غير سكان. طب علل ليه ضرورة السكان في التكتل الاقتصادي؟ والله احنا محتاجين التكتلات ده عشان نوفر اسواق لبيع المنتجات، ولما هنبيع عن طريق الاسواق ده هيشجع على قيام الانشطه الاقتصاديه المختلفه، ولما هنعمل انشطه اقتصاديه مختلفه انا عندي حجم من العمال لاستغلال موارد التكتل. امال انا هجيب عمال منين؟ لازم يكون التكتل في حجم سكاني، ولابد ان يكون التكتل الاقتصادي من الناحيه السكانيه في تشابه في العادات والتقاليد، لان التنافر هيوقع التكتل. أثرت الثورة الصناعية على العلاقات الدولية، ده بوكل الثلاثة اللي كان بينزل في موقع الوزارة 2017، اللي هي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة، كانت سؤال فيه فكرة شوية. إيه علاقة الثورة الصناعية بالعلاقات الدولية؟ طبعًا الثورة الصناعية نقلت العلاقات الدولية إلى آفاق أكثر اتساعًا، شملت العالم بأسره. يعني زمان كانت العلاقات الدولية يا سلم يا حرب، وكانت كلها علاقة جوار جنب بعض على طول. دلوقتي العلاقات الدولية شملت العالم بأسره، ممكن يكون علاقة بين مصر والصين وأمريكا وهنا وهنا، وذلك بفضل الثورة الصناعية في العصر الحديث. ليه معدلات الهجرة الغير شرعية في السنوات الأخيرة زادت مع إعطاء أمثلة؟ طبعا الهجرة غير شرعية ظهرت في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية. أسباب إيه؟ سياسية اقتصادية وأمنية. هل هناك أمثلة؟ طبعا الهجرة غير الشرعية ديت موجودة في الخليج العربي عن طريق جنوب شرق آسيا. كتير جدا من دول جنوب شرق اسيا سكانها بيهاجروا هجره غير شرعيه، يروحوا للسعوديه، الكويت، البحرين، الامارات. وفي حته تانية فيها هجره غير شرعيه الاتحاد الاوروبي، وده بيجي له هجره غير شرعيه من شمال افريقيا. نبدا بقى نخش على بعض الاسئله اللي هي بقى فيها تطبيق. بيقول ما هو وزن في طبعا الجغرافيا السياسيه اداه تثقيف لطلاب الصف السادس الثانوي في ضوء العباره اجب. ايه وزن مصر السياسي في ضوء دراستك للجغرافيا السياسيه؟ السؤال ده بقى سؤال تطبيق. يعني ايه وزن مصر السياسي في ضوء دراستك للجغرافيا السياسيه؟ انا عايز اشوف هل انت فهمت منهج الجغرافيا السياسيه وبدات تطبق عليه وتعمل بعض الاسئله اللي بتبقى تتعلق بالفهم؟ مش فاهم برضو يعني ايه. يعني انا في ضوء دراستي للجغرافيا السياسيه الاربع ابواب اللي هم 14 درس بالدرس التمهيدي. ايه وزن مصر السياسي؟ لا ده كتير. والله وزن مصر السياسي قوي عشان الاتي: إن مصر دولة بجبهتين بحريتين. إن مصر عندها مواقع استراتيجية زي قناة السويس. إن مصر دولة مقعها مركزي. إن مصر دولة عدد سكانها كبير. إن مصر دولة ساحلية بما تحتويه الكلمة من معاني. ما هي مزايا الدولة الساحلية اللي هي الثروات البحرية والاتصال بالعالم إلى آخره. إذا وزن مصر السياسي في ضوء دراسة الجغرافيا السياسية جيد. للأسباب اللي أنا قلتها.
ايه تقييمك لانتخابات مجلس النواب 2015 في ضوء دراستك لجغرافيه الانتخابات؟ احنا هنا بنقيم الانتخابات ازاي؟ اي عمليه انتخابيه بتمر بخمس مراحل. الاول بنعمل حاجه اسمها تقسيم البلد دوائر، ونرشح الناس للانتخابات، ونعمل الانتخابات، ثم نفرز الاصوات، ثم نعلن الفائزين. انا هنا تقييم الانتخابات مجلس النواب 2015 انها جرت وفق القواعد المنصوص عليها، وفق قواعد جغرافيه الانتخابات، واقول الخمس قواعد. حتى لو انا ما حضرتش انتخابات 2015 ديت، انا بقول ان الانتخابات ليها قواعد، والقواعد تم تحقيقها. السؤال ده بقى سؤال تطبيقي برضه، ايه اللي ترتب على انضمام مصر للكوميسا؟ خد بقى وقتك وفكر وجاوب. لما مصر انضمت للكوميسا ايه اللي حصل؟ هو ايه الكوميسا دي اصلا؟ حد يفتكر؟ ايوه تمام كده، الكوميسا دي التكتل الاقتصادي بيضم دول شرق وجنوب افريقيا. طب معلش، هو انا درسنا في المنهج حاجه اسمها ايه اللي ترتب على انضمام مصر للكوميسا؟ نعتبر ان الكوميسا تكتل اقتصادي ونقول اهداف التكتلات، ان مصر لما تنضم للكوميسا هتاخد مزايا الانتاج الكبير، هتنوع انتاجها الاقتصادي، سهوله تحقيق التنميه الاقتصاديه الى اخره. السؤال ده برضه غريب شويه. ايه اللي ترتب على تقديم دول الخليج الدعم المالي للدوله المصريه في صوره ودائع دولاريه؟ احنا كنا خدنا في جزئيه كده ان من عوامل قياس قوه الدوله علاقتها بجيرانها عامله ايه؟ وهل وقت ما تتعرض لازمات سياسيه او اقتصاديه الى اخره تستطيع ان تصمد؟ وهل اللي حواليها هيساعدوها ولا هيتكتلوا عليها ولا ايه؟ علاقتنا جيده جدا بدول الخليج العربي كالامارات كالسعوديه كالبحرين الى اخره كالكويت، ودوت بيبدا يديك العديد من الدعم في اي ازمه اقتصاديه او سياسيه او ماليه انت بتواجهها. لظهور الشركات متعدده الجنسيات وللعولمه العديد من اثار على مصر، علل طبعا، بس ليها تاثير سلبي للاسف. يعني الشركات متعدده الجنسيات والعولمه لما ظهرت ادت للتدخل في الشؤون الداخليه مثلا للدوله، ان العديد من المنتجات بدات تنافس المنتجات المحليه الى اخره. فانت هتشوف ايه اثر الشركات متعدده الجنسيات والعولمه اثرت على مصر في ايه؟ ان هي اثرت علينا اقتصاديا في التدخل في شؤوننا الداخليه مثلا في بعض عمليات الانتاج الى اخره. السؤال ده في بوكلت 4/2017 كان كويس برضو، كان في فكره كده شويه. ايه وجه الشبه بين مواقع الدول الاتيه؟ مصر، عمان، جيبوتي، المغرب. خد وقتك وفكر. هو الاربع دول دولت في حاجه بتجمعهم مع بعض متشابهه؟ ايه وجه الشبه؟ ناس تقول لك ده كلهم بيطلوا على بحر، ناس تقول ده مش عارف ده كلهم فيهم مش عارف ايه. لا، انا عاوز اجابه صريحه وواضحه. الاربعه بيطلوا على مواقع الاستراتيجيه، مصر عندها قناه السويس، عمان عندها مضيق هرمز، جيبوتي عندها مضيق باب المندب، المغرب عندها مضيق جبل طارق، فالاربعه مواقع استراتيجيه. علل ظهور مشكله الاقليات، ليه ظهرت مشكله الاقليات؟ نتيجه حركه السكان منذ فجر التاريخ عبر القارات والاقاليم والاوطان. سبب اساسي في ظهور مشكله الاقليات في العالم هو حركه السكان من قاره لقاره ومن دوله لدوله ومن حته لحته داخل الدوله. السؤال ده جه بقى ثانويه عامه 2018 السنه الماضيه. ماذا يحدث اذا لم توجد الحدود السياسيه في العالم؟ ليه كذا اجابه. ممكن نقول ده اللي يحصل لو ما فيش حدود، العوده للعمل بالتخوم، ادي اجابه. ممكن نقول عكس وظائف الحدود، لن يتم توفير الحمايه والامن، لن يتم الفصل بين الدول، لن يتم توفير الحمايه الاقتصاديه، لن توجد وظيفه سياسيه وقانونيه، او لن يتم تحديد المجال السياسي الارضي والبحري والجوي. وده كان في نموذج الاجابه على فكره. ما وجه الشبه والاختلاف؟ ده سؤال بقى جميل جدا. وجه الشبه والاختلاف بين التفرقه العنصريه في امريكا وجنوب افريقيا، ده سؤال جميل. عاوز تفكر شويه. وجه الشبه بين الاثنين ان في الاثنين البيض اضطهد السود. وجه الشبه الثاني ان الاثنين خدوا حقوقهم، الزنوج في امريكا خدوا حقوقهم سنه 1968، والزنوج والبيض خدوا، طبعا الزنوج خدوا حقوقهم في جنوب افريقيا عام 1994. وجه الشبه الثالث ان الاثنين مهاجرين، هو الزنوج من سكان امريكا؟ لا. هم البيض من سكان جنوب افريقيا؟ برضه لا. طب ايه وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف ان في امريكا اغلبيه بيضاء اضطهدت اقليه سوداء. في جنوب افريقيا اقليه بيضاء اضطهدت اغلبيه سوداء. وجه الاختلاف الثالث ان البيض والسود اصلا مش من سكان امريكا الشماليه. السؤال ال 40 والاخير، طبعا احنا كده خدنا النموذج ده ما هوش 40 سؤال، ده احنا معديين ال 60 سؤال، لان كل سؤال تحتيه 4 5.
ايه العلاقه بين التكنولوجيا والحدود السياسيه؟ او ان السؤال يجي بصيغه اخرى، للتكنولوجيا تاثير متناقض على الحد السياسي. طبعا التكنولوجيا سهلت عمليه المراقبه والحمايه عن طريق الاقمار الصناعيه والصور الجويه، بس في نفس الوقت اسقطت نظريه الحد الامن نتيجه تطور وسائل الحرب الحديثه في فعاليتها وسرعتها وتخطيها للعقبات خاصه الجبال. بكده نكون انتهينا من شكل الامتحان، الاربعين سؤال 28 ورقة. حاولنا ان احنا نعرض او نستعرض مع بعض الاسئلة اللي بتخص المنهج، اللي هي الاسئلة اللي بتغطي ال 14 درس، بصورة او باخرى لمينا من كل فصل جزئية. نرجو ان يكون قناة الوفد قد استطاعت افادتكم، مع وعد على اللقاء في حلقات اخرى جديدة، والتوفيق لكل ابنائنا طلبة الثانوية العامة، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.